بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم على قناة إدارة المشروعات بالإنجليش Learn Project Management، قناة التعليم المبسط، قناة بدأناها في فبراير لمساعدة كل من يحتاج مساعدة. اليوم إن شاء الله المحاضرة السادسة على الموارد على برنامج البريمافيرا آخر فيرجن اللي هي 18.8، تمام. وبنذكرك إن إحنا على القناة هنقدم جميع المحاضرات على الـ P6 على الـ PMP وعلى الـ RISC والـ Six Sigma، وأيضا في نماذج المشروعات ومواقع التوظيف وكل اللي تحتاجوه بإذن الله. شكل القناة على اليوتيوب Learn Project Management زي ما موجود قدام حضرتك. ممكن حضرتك تشترك وتضغط علامة الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي هنضيفها أول بأول، ونحن يعني بدأنا والنية ان احنا نقدم كل شيء متاح للجميع، ويقدر ان هو يذاكر في البيت ويكون عنده البرامج على الجهاز بتاعه، ونساعده ونعطيه كل الدعم، وده يعني مجهود فري بإذن الله. لما حضرتك تدخل على القناة، لو انت انترستد يعني بس في الانجليش، هتلاقي فيه محاضرات بالانجليش، بلاي ليست بالانجليش English Lectures، أو في العربي في واحدة موجودة بالعربي اسمها المحاضرات باللغة العربية لبرنامج البريمافيرا، وأيضا في حاجات خاصة بالـ PMP يعني How to Pass the Exam، إزاي تنجح من أول مرة، والSix Sigma. بدأنا نحط بس كده يعني samples لحد ما نبدأ الكورس بالتفصيل بإذن الله. ديت اللي هي الـ Playlist. بنذكرك لو انت عايز تعمل داونلود لبرنامج البريمافيرا وما عملتش قبل كده، فهو على موقع edelivery.oracle.com، وهنحط اللينك اسفل الفيديو. ولو عندك مشكله في تحميل البرنامج، احنا عندنا فيديو ازاي تحمل الكلام ده، هحطه ايضا اسفل الفيديو للي محتاج، مع كل المحاضرات باللغه العربيه اللي عملناها قبل كده. طيب end of the course يعني ما نخلص الكورس ان شاء الله، هنعمل مشروع مثلا بريدج او مشروع طريق او مشروع مبنى، عندنا النماذج لكل هذه المشاريع. هنبدأ من اول قراءة مسندات العقد، مراجعة الرسومات، تعريف السكوب اوف ورك، وبعدين تشكيل الهيكل التنظيمي وعمل برنامج متكامل مع الابديتس مع الانت فاليو، بحيث يكون عندك موديل كامل يساعدك ان شاء الله، وهنبعته لك على الايميل او نحطه على الصفحة بتاعتنا، او ايضا نحطه في اسفل الفيديوهات بتاعتنا بحيث تستفيد منه بإذن الله. اليوم هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا خاصة بالريسورسز اللي هي Cost Account والريسورسز يونتس. اوكي طيب، خلينا نروح على برنامج البريمافيرا اللايف، البريمافيرا فيرجن 18.8 اخر فيرجن، ونروح على علامة الشخص الجميل الموجود على الشمال اللي هي مكتوب عليها ريسورسز، عظيم. وتروح هنا على الديسبلاي وتقول فلتر اللي هي ايه، كرنت بروجكت ريسورسز، احنا عايزين الريسورسز الخاصه بهذا المشروع، وعايز اعمل لهم يعني زي سمري، بعمل بضغط على العلامه اللي فوق دي واقول كولابز، اقول يبان لي الريسورسز اللي هي الليبر والنون ليبر والماتيريال. طيب احنا النهارده عايزين نعمل ايه او نتعلم ايه؟ هنروح على الانتربرايز على الكوست اكاونت، عظيم. طيب في مجموعه من الكوست اكاونت موجوده، هي خلينا نضيف مثلا بعض الحاجات مع بعض، نقول اد، عظيم، ونقول مثلا هنسميها اتش فاك، اتش فاك اتش في سي مثلا، ونقول اتش في سي اتش في سي مثلا، تمام. ونضيف كمان واحده مثلا نسميها الكتريك مثلا، الكتريك تمام، الكتريك وورك. فهنا من التاب ديت بنقدر ان احنا نضيف الكوست اكاونت. طيب انت حضرتك مثلا ضفت الاتش فاك، بتلاقي هنا كوست اي دي اتش فاك، كوست اي دي نيم اتش فاك، ممكن انت تعمل اي كودنج، يعني ممكن والله احط مثلا هنا اتش 1 ده اللي هو الكوست اكاونت اي دي اللي هو اتش فاك، واحط هنا الديسكريبشنز كل مثلا اتش فاك خاصة بالبيلدنج مثلا بيلدنج بي يو اي ال بيلدنج نمبر 1 مثلا،
تمام. يبقى انا ممكن احط ديسكريبشن لكل واحده من دول. تمام. طيب خلينا نروح هنا نعمل فلتر على اللي هي الكرنت بروجكت هوست اكاونت اللي احنا عندنا. تمام. طبعا دول ظاهرين ليه؟ لان انا عامل لهم اساين، يعني عملت لهم لينك. فانا مثلا التريننج ده ممكن احط له كمان ديسكريبشن، اسميه مثلا تريننج اي حاجه، اي شيء عايز تعمله. عظيم. يبقى انت بتضيف الكوست اكاونت من الانتربرايز الكوست اكاونت، وتروح على كل واحد من دول تعطي له الديسكريبشن، الاي ديز، الكوست اكاونت نيم. تمام. عايز تعمل كوبي، كوبي اند بيست، هي كوبي. مش سامح لي ليه بالكوبي، خلينا نشوف هنا. عايز يعمل اوبن، اقول كوبي واقول بيست. تمام. ويجي لي تحت منه، لو انت عايزه اندر ذا سيم كوست اكاونت متفرع منه خليه مثلا، لو انت عايز تطلعه مثلا تخليه مثلا ذا سيم ليفل. شوف السهم اللي على الشمال ده، يبقى اتحرك السهم على الشمال. ممكن ان انا اسميه مثلا 0900 واسميه اي حاجه مثلا فينيشنج، مثلا فينيشنج. اوكي فينيشنج. وتحط الديسكريبشن وتحط ايه الكلام الموجود عنه. طيب يبقى احنا عرفنا بالانتربرايز، نروح على الكوست اكاونت، اضيف كل الكوست اكاونت الخاصه بالمشروع، وممكن اعمل لها فلتر، جاست فلتر كرنت بروجكت كوست اكاونت، يعني ورينا بس الحاجات الخاصه بالمشروع. طيب ليه بس دول ظاهرين؟ لو احنا رحنا على الاكتيفيتيز، وخلينا مثلا اخد مثلا هنا الفورم عند بوليس لاب، اللي هو السلاب، هلاقي كل الريسورسز موجوده اهيت على الشمال، ومكتوب هنا ايه الكوست اكاونت. فانا بروح على كل ريسورس من موجوده اسفل النشاط، واختار ان انا عاوز مثلا الاتش باك اهوت، عاوز مثلا ان هي الكرينز، ممكن اختارها مثلا من ال 0100. يبقى انا كده بعد ما حملت الريسورسز على الانشطه، اقدر ان انا اروح واعمل اساين، يعني اربط كل مورد بالكوست اكاونت بتاعي. طيب ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا في موضوع التكاليف، لما يكون الشركه عندها نظام تكاليف وعايزه تعرف قد ايه التكلفه على كل كوست اكاونت، على كل حساب تكاليف. تمام. وان شاء الله هنجهز برنامج كامل بحيث ان احنا نقدر يكون حملنا عليه كل الموارد بكل الكميات بتاعتها، بحيث ان انت حضرتك تبقى عندك نموذج كامل، وهيساعدنا كمان في محاضرات الانترنت. طيب الحاجه الثانيه ان انا عايز اروح على البادجت يونت. شايف انت البادجت يونت؟ انت طبعا انت ممكن تروح هنا تعمل رايت كليك كاستمايز، وايه الحاجات اللي انتش محتاجها ممكن كلها تشيلها مبدئيا دلوقتي لما نيجي لموضوع الابديت. هنضيف اليونس، انا عندي من السيمنت هنحط مثلا 1000 طن. تمام. الكرين هحط مثلا 10000 ساعة، وهكذا. الكاربنتر عايز منه 500 ساعة، وهكذا. تمام. يبقى احنا نقدر نروح على كل نشاط نشوف الموارد الموجودة اسفل منه، نعمل لها اساين للكوست كود. عظيم. ونضيف لها اليونتس بتاعتها، الكميات بتاعتها. طبعا لما تبقى موجوده عندك في كراسات الحصر، موجوده في الاستيميت بتاعت المشروع. فبعد ما انت طبعا احنا عملنا اول حاجه، عملنا الدبليو بي اس بتاع المشروع، وعملنا الانشطه، ربطنا الانشطه، ضفنا الموارد، حاليا بنحط الكوست اكاونت وبنحط اليونتس، عشان ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم ازاي نعمل كرييت للبيز لاين، وبعدين نبدا الابديتس عشان نبدا في محاضرات المتابعه ومحاضرات الانت فاليو. اتمنى ان شاء الله ان تكون المحاضره يعني عجبتكم، واشترك معانا على القناه، اضغط علامه الاشتراك، اضغط علامه الجرس، واعمل لايك للفيديو. وخالص تحياتي، عندك اي سؤال نساعدك، محتاج اي حاجه يعني عرفنا. احنا هنا يعني قناه لدعم الجميع ومساعده الجميع ومشاركه خبرات عمليه، ونشكركم وان شاء الله نلقاكم في المحاضره القادمه. واسفل الفيديو هنحط كل المحاضرات السابقه، ونراكم في المحاضره القادمه في عمل البيز لاين، ونبدا عمل الابديت. خالص تحياتي، والسلام عليكم.